السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى مفهوم السينكرونيزيشن when two or more threads need access to a shared resource they need some way to ensure that the resource will be used by only one thread at time the process by which this is achieved is called synchronization يعني عندما يكون عندي two threads أو أكثر مثلاً TH1 TH2 الاثنين يريدون تغيير نفس مثلا ال يجب أن يكون فيه synchronization وإلا حتصير مشكلة لو two threads يحاولوا يغيروا نفس ال في نفس الوقت هذا يؤدي إلى مشكلة عشان نتفادى هذه المشكلة نقوم باستعمال السنكرونيزيشن في طريقتين لاستعمال السينكرونيزيشن استعمال synchronized ميثود أو Synchronized Statement سنرى هذه الطريقتين إذا هنا مثال لاستعمال Synchronized Method عندي Class LockCar تحتوي على متغير Speed وتحتوي على دالة Increase Speed هذه الدالة حتقوم بتغيير قيمة Speed عشان أمنع استخدام هذه الدالة من قبل Two Threads في نفس الوقت وضعت كلمة Synchronized إذا يصير أن الثريد الأول اللي حيستعمل هذه الدالة حيمنع استخدام هذه الدالة من قبل ثريد ثاني حتى يخلص الثريد الأول استخدام هذه الدالة نقول أن increase speed is synchronized ولو في ثريد يحاول تغيير قيمة speed لن يستطيع أي ثريد ثاني أن يقوم بتغيير هذا speed حتى ينهي الثريد الأول شغله استعمل السينكرونايزد ميثود لن يكون ممكن في كل الحالات لذلك نستعمل السينكرونايزد ستيتمنت مثلا يمكن يكون عندنا كلاسز لا تحتوي على سينكرونايزد ميثود في هذه الحالة إذا حنستعمل synchronized statement. You simply put calls to the methods defined by class inside the synchronized block. الطريقة تتمثل في الشيء التالي كتابة كلمة synchronized. بين قوسين حنضع اسم الobject. وبين قوسين إذا الجزء من الكود الذي يجب أن يكون synchronized. لا يمكن استعماله من أكثر من thread. إذا يجب أن يكمل ثريد استخدام هذا الكود عشان يستطيع ثريد ثاني استخدامه أيضا إذا هنا مثال عشان نرى أهمية السينكرونيزيشن قمت بتعريف كلاس كار تحتوي على متغير يمثل سرعة السيارة constructor car يقوم بوضع قيمة للسرعة إذا هنا in speed بين قوسين وضع this speed يساوي speed القيمة الموجودة بين في الargument ثم عندي دالة add value هذه حتضيف القيمة الموجودة بين قوسين حتضيفها لي لذلك بين قوسين وفي محتوى الدالة وضعت speed يساوي speed plus a إذا سأنشئ كلاس ثريد مهمة هذا الثريد هو إضافة قيمة للسبيد إذا هأكتب كلاس increase speed car extends thread عشان تصير هذه الكلاس يعني سب كلاس لي thread هنا عندي السيارة التي أريد أغير قيمة سرعتها إذا سأسمي هذا هذه السيارة C وأعرف مد... constructor public increase speed car بين قوسين أحدد السيارة التي أريد أن أغير قيمتها إذا C وسأضع this.c اذا هذا المتغير سي الموجود هنا في الـ في الكلاس يساوي القيمه الموجوده بين قوسين اللي هي في الارجيومنت هنا يساوي سي قبل هذا يمكن ان نستدعي سوبر كونستراكتور وما يحتاج يعني ما في مشكله عادي ما حتفرق ثم اعرف طبعا الداله run public void run هذه الدالة حتقوم بإضافة ألف لسرعة السيارة إذن فور إنت i يساوي صفر آي أصغر من ألف i++ بلس بلس وسأكتب سي فاليو سأضيف القيمة واحد إذن سأضيف القيمة واحد كم من مرة ألف مرة إذن حتصير سرعة السيارة تساوي سرعتها قبل تشغيل الثريد بلاس القيمة ألف ثم سأنشئ ثريد ثاني مهمته هي تخفيض سرعة السيارة إذا class decrease speed car extends thread. هنا تكون كابيتال لان حتحتوي تقريبا على نفس الكود هذا فقط عوضا عن اضيف واحد ساحذف واحد ما معنى احذف واحد يصير هنا عندي سلب واحد اضيف سلب واحد هنا عوضا عن انكريز حتصير ديكريز decrease car speed نروح الآن للمين ميثود حننشئ سيارة car c يساوي new car بين قوسين سرعة السيارة في البداية حتكون صفر حأنشئ thread أول إذا increase speed car t1 يساوي new increase speed car بين قوسين سأضع السيارة التي أريد أن أغير قيمة سرعتها حسوي نفس الشيء سيكون أه، حيكون إنشاء ثريد ثاني للكلاس decrease هذا الثريد حيقوم بتخفيض أه، سرعة السيارة إذا decrease أشغل الثريد الأول إذا T1 start t2 dot start هسوي سليب عشان اتاكد ان الثريد الاول والثاني خلصوا الشغل اذا هسوي تراي ساقول المين ثريد ان ينام تراي ثريد دوت سليب ثلاثه ثواني ثم catch exception e system dot out dot print ln error إذا هذا سليب عشان أتأكد أن الثريد الأول والثاني خلصوا الشغل إذا بعد أن يخلص الثريد الأول والثاني الشغل إذا هنا exception سأطبع قيمة سرعة السيارة إذن سأسوي system dot out print speed is plus إذا عشان يكون أسرع الـ تنفيذ البرنامج هنا حسوي public عشان أستطيع أن أطبع قيمة speed سي دوت speed تمام المفروض أن البرنامج حيطبع لي صفر لماذا؟ لأن الثريد الأول أضاف ألف للسرعة والثريد الثاني يعني حذف ألف للسرعة في البداية سرعة السيارة تساوي صفر أضيف لها ألف تصير أه ألف أحذف الألف ألف تعود إلى الصفر سنرى هل النتيجة تمام أم لا إذا نعود إلى الكونسول ونفذ البرنامج سنرى بعد ثلاثة ثواني ما هي النتيجة إذا النتيجة هي سالب أربعة وتسعين ونفذها مرة أخرى أجد أن النتيجة مختلفة واحد 31 لماذا؟ لأن الثريد الأول والثاني حاولوا تغيير قيمة السبيد تقريبا في نفس الوقت صارت فيه مشاكل لو وضعت سنكرونايزد أمام الدالة add value إذا هنا public synchronized اذا امنع تغيير السبيد من قبل اثنين ثريدز في نفس الوقت ونفذ البرنامج اتحصل على القيمه صفر لانه لا يمكن للثريد الثاني ان يستخدم الداله اد value الا بعد ان ينهي الثريد الاول استعمالها اوكي نفترض الان ما عندي سينكرونائزد هنا كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة؟ نروح داخل الرن هنا هذا الجزء من الكود يجب أن يصير سينكرونايزد لذلك سأكتب أضع هنا سينكرونايزد ستيتمنت إذا سينكرونايزد بين قوسين الأوبجكت سي وأقوم بسينكرونايز لهذا سي دوت أد فاليو نفس الشيء تتردد الثانية أضع سينكرونايزد بين قوسين C و statement C dot add value سالب واحد ونفذ هذا البرنامج إذن بعد ثلاثة ثواني حتحصل على سبيد إيز زيرو. إذن في هذا المثال شفنا الطريقتين إما استعمال synchronized method أو synchronized statement لتفادي مشكلة تغيير متغير تغيير قيمة متغير من قبل two threads في نفس الوقت